جاء قبل شوي يقول والله عشانك جاي اخذها. تقول لي كل ما صار محل ايش تقول؟ صور. كل ما صور ايش؟ محل عشان ناخذها. يعني هذه؟ ايه. ابشر من عيوني. عندي هاي زحمة والله. شلون زحمة؟ واجد، سيارة الوالد، سيارة عندك منها واجد؟ واجد. والله كفو. يلا على البركة ان شاء الله. محل اخذت منه. والله لبى قلبك، مع السلامة، الله يوفقك يا رب. جاهزين اوريكم الشكل، جاهزين. والله ما ادري اذا انا 01 ولا 02 ولا 03. هذا زيرو كم؟ 01. 01؟ ما ظنيت بيضبط. 01؟ 01؟ شنجان صارت ذي. والله ما اخلي شيء في خاطري. هذه تظليلة حرارية، لكن إذا ما حسيت إن شكلها حلو بغيرها. حتى لو حق السوق عادي. القرد بعين ام غزال، تراني اشوف اجي كلاس، تبون عاد ولا ما تبون براحتكم. شوف ما شاء الله تبارك، لا والله تظليل حلو، بس بعد الغسيل يبين، مو بالحين لان في تراب، والتراب يزيد يعني تخيلوها اخف من كذا بعد لانها واسخه تخيل. انا قاعد اصبر نفسي ترى سلكولي. الله يستر. سر الحب لهالسياره غريب، لا حد يقول لي شلون كيف، كل ملاكها كذا، سر حبها غريب. والله اني شريتها قلت شهر وببيع، الحين داخلين على ثاني سنة، والله العظيم ثاني سنة. حلوة يا اخي، هذه في اي ازمة، في اي وقت، في اي رجال، رجال والله رجال. وعبد اللطيف جميل اعطونا مكافأة بسرعة. يلا تتوقع انك بتلقى وسائل راحة ومدري ايش ومثبت سرعة وها، لا ما انت بلاقي شيء ولا حاجة. شوف بالله ترى ما سيت، والشاشة انا مركبها، ما عليك من الشاشة، سيت وغير، بس قفل الموضوع، والله العظيم قفل. ورجال في شيء لاحظته اتوقع من كثرة التغاريد. هذا قام يهذري، ما ادري ايش سالفته، ما ادري هو المفروض ينشد من تحت، بعد شوي اقول له شوفه. وبرضه الهوك اللي كان حق دباب محمد طارق اللي يتذكر اول غيرناه ايام تبوك، بغيره بعد. هذا بعدين فكه. ايوه طبعا انا حاط فيه قاعده، كنت بثبت كاميرا بس خلاص، هو انت كنت بشوف هل بيطيح ولا لا، بس الحمد لله من البيت الى هنا ما طاح. حلو، بسم الله، خلاص نجحت الخطه.